السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدي الأكارم في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. رمضان كريم عليكم كل اللي بيشاهدونا وبيتابعونا. سعيدة جدا ألتقيكم على فضائية الشروق وبرنامج خليك في البيت، برنامج يومي من الأحد وحتى الخميس من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 3، محتبرة غرفة للكورونا فيها كل المستجدات بالحالات الجديدة من وزارة الصحة، فيها متابعة لكل المستجدات وكل السلوكيات اللي ظهرت لنا والإفرازات اللي ظهرت لنا من بعد الحظر الصحي الحاصل في كل البلاد وكل العالم أيضا. بالأمس كانت حلقتنا الأولى وكان عندنا فيها استضافة لعدد من الشخصيات في المجالات المختلفة، الأكاديمي والصحفي والتعليمي وغيره من المجالات، وكان عندنا نصائح كثيرة مهمة وطاقة إيجابية نحن محتاجين لها. كل الأفراد كل الفئات العمرية محتاجة للطاقة الإيجابية عشان تقدر تواصل الحجر الصحي وتقدر تلتزم بأنها تكون في منازل وتكون في البيت، لأنه هو دي الوقاية وهو ده العلاج، لأنه كل الأطباء بيتكلموا في أنه ما في علاج لمرض الكورونا، فبالتالي نحن نحمي نفسنا بأنه نبعد المرض عن دائرتنا عموما بأنه نحن نكون في البيت، ومن كده جاي اسم البرنامج خليك في البيت. ختمنا حلقتنا بالأمس بأنه في 237 حالة كورونا في السودان عموما، 21 حالة وفاة و20 حالة تماثلت للشفاء. لحد قريب كان محصور المرض على الخرطوم، ولكن انتشر في عدد من حالة في نهر النيل، النيل الأبيض، القضارف، وسط دارفور، البحر الأحمر، والجزيرة، سنار، وشرق دارفور. ظهر عدد حالة واحدة في أغلب الولايات اللي ذكرناها، لكن حالة واحدة. الخرطوم، ونحن نشهد معا في هذا البرنامج خليك في البيت. نقول لكم انه في كل يوم ان شاء الله على الهواء مباشره حتكون في رشيده توعويه حول مرض كورونا المستجد والجائحه التي اجتاحت العالم اجمع، والسودان ليس بمعزل عن هذا المرض. نسأل الله السلامه والحمايه والامن والامان لسوداننا الحبيب. نتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه، ودي رسالتنا حتكون كل يوم. اسعد واشرف انه يكون معي دكتور سيد عبد القادر قنات، استشاري التخدير وعضو اللجنه التسييريه لاتحاد اطباء السودان. مرحبا بك يا دكتور، ورمضان كريم. رمضان كريم، وشكرا جزيلا على هذه الاستضافه. وفي البدء نقول للشعب السوداني رمضان كريم، ونترحم على شهداء من الأطباء وشهداء رمضان وشهداء انتفاضة رمضان الشعب السوداني 2018 ديسمبر 2018. مرحبا بك يا دكتور، ونحييك على شاشة الشروق من جديد، شمس الثورة السودانية. طيب دكتور سيد، مباشرة عايزين نتحدث حول مرض كورونا. يمكن في كل الوسائط، في كل الوسائط المختلفة، سواء كان واتساب، في الفيس، عبر أجهزة الميديا المختلفة، بنسمع عن مرض كورونا كوفيد 19. يعني عايزين تعريف بسيط للمرض، وفي حد ذاته هو شنو؟ كورونا دي جاي من شنو الاسم؟
والله كورونا دي هي الكورونا من الكراون من التاج ده الوصف له. وبعدين هي المرض فيروسي، والفيروس بتاع كورونا ده جزء من الفيروسات السابقة زي السارس، وده جزء منها. والمرض كما الجميع يعلمون نشأ وبدأ في مدينة في يوهان في الصين، ونحن في السودان ليس بمعزل من هذا المرض، وما عندنا وقاية أو حماية أو مناعة ضد هذا المرض. وكمواطنين سودانيين وتمت توعية الشعب السوداني عبر جميع الوسائط المقروءة والمسموعة والمرئية بجائحة الكورونا، والدولة على أعلى مستوياتها اتخذت الاحتياطات اللازمة، ووزارة الصحة على قمتها اتخذت الإجراءات اللازمة، منظمات المجتمع المدني وعت الشعب السوداني، والتوعية مستمرة. للأسف نحن في السودان يعني نقول الوقاية هي الحاصل من الشعب السوداني، يمكن في استهتار أو عدم مسؤولية أو عدم إحساس بالمسؤولية مننا كمواطنين لهذه الجائحة أو هذا المرض، وماخذين الأمر بسهولة جدا، ونحن ما دارين السودان يكون زي اللي حصل في إيطاليا. إيطاليا الشعب الإيطالي يمكن يستهتر بالمرض ونكر المرض في البداية، والشعب الإيطالي بيدفع في الثمن. نحن في الشعب السوداني حاليا أهم حاجة للوقاية من هذا المرض هو ألزم بيتك، ده الشرط الأساسي. وإذا أنت قعدت في بيتك ما في حاجة بتخليك تجيك المرض ده. طيب دكتور سيد، ويمكن ده كان حديث مطول حول مرض كورونا. نحن يمكن في السودان ودي للمعلومية والأمانة عزيزي المشاهد بنواجه مشكلة يمكن تكون سيئة جدا. يعني لما الحكومة أعلنت أنه لازم يكون في حظر شامل لكل الدولة خاصة في العاصمة الخرطوم، نحن اتفاجأنا بأنه كمية من السيارات الحايمة في الشوارع، ودول كلهم عندهم تصاريح. هو المرض ده اصلا بينتشر كيف؟ ما بينتشر بالشكل الزيديه، يعني المخالطه. ونحن اذا مرقنا من طور انه المرض بقى في او اذا خشينا موضوع انه حيكون في الانتشار المجتمعي، الحاجه الاهم من ده كله بتلقى الناس بتكون مستهتره بالمرض. احنا عايزين يعني انتم بصفتكم كاطباء اصحاب الاختصاص واصحاب الشان يعني تورونا هل المرض ده حقيقه هو في السودان موجود ولا موجود، عشان تكون رساله على الهواء الناس تتاكد وتحب تعرف وتحب تسمع من جهه الاختصاص انه المرض ده موجود. اذا اكدتوا المرض موجود فلذلك عشان يبقى على الشعب السوداني الواعي الراقي المميز انه يلتزم بيته عشان ما احنا نكون في امن وفي امان. هو المرض موجود، وبالدليل القاطع بانه يعني يمكن الاصابات تعدت 200 والوفيات فاتت 10. ونحن زي ما ذكرنا في البدايه نحن ما عندنا مناعه او عندنا حصانه كشعب سوداني ضد هذه الجائحه. دي جائحه وفي كل العالم، والمرض ده اصاب الكبير والصغير، الرجل والمراه والوزير والغفير. المرض موجود في السودان وما دار لا 2-3، وما في اي شك في انه في هذا الفيروس موجود وانتشر ليس في العاصمة واحدة، بل يمكن وصل يمكن حوالي 8 ولايات. ونحن لليلة وليل بكرة بنتكلم عن انه الوقاية خير من العلاج. ألزم بيتك ألزم بيتك ألزم بيتك، ده هي الاساس. بالنسبة للدولة الحظر يفترض لوك داون كومبليت، يعني حظر الكامل للعاصمه ولحد الاقاليم. الجزيره يمكن اعلنت الحظر الكامل من امبارح لحد، لكن الحظر لسه في الخرطوم ده انا بعتقد بكل صراحه ما في حظر، لانه الشوارع والاسواق مليانه على قفا نشيل. لو مشيت محطات الوقود بتلقى اعداد رهيبه لدرجه مبالغ فيها. وبعدين الاساس الجزء من الوقايه من هذا المرض هي التباعد. التباعد ده معناته المفروض بينك وبين الشخص اقرب شخص لك المسافه لا تقل عن متر ونص، ومفروض تكون لابس الكمامه. لكن لما تلقى الزحمه الموجوده في طرمبات المحطات الوقود، تلقى الشوارع والافران، ودي كلها يعني حاجات تؤدي الى الانتشار المجتمعي. والانتشار المجتمعي اصلا ما في يعني يمكن
مخالطة، يمكن الزوار ولا المسافرين وقفوا من الخارج إذا كانت الطيران مقفول، المعابر البرية الحدودية يمكن في تهريب لحد الليلة، إذا قلنا الخرطوم قفلوها، لكن هسه لو مشيت السوق بتلقى في عربات شغالة الأقاليم بتهريب للبشر، والناس ما واعيين بهذا، لأنك أنت ممكن تكون هنا قاعد مع شخص والشخص عنده مرض، أنت مشيت سافرت الجزيرة، سافرت كردفان، سافرت النيل الأزرق، بتحمل معاك الفيروس ده وبينتشر هناك، وبتكون دي جنيت كارثة على الشعب السوداني، لأن زي ما قلنا هذا المرض ما عنده علاج، العلاج الوحيد بتاعه هي الوقاية، ودرهم وقاية خير من قطار علاج. طيب دكتور سيد، نحن بنقول نحن نثق في الشعب السوداني في تفهمه لهذه الجائحة وفي وعيه الكامل وإدراكه اللامحدود بأهمية الالتزام بإرشادات الصحة. نحن بنقول للشعب السوداني نحن كإعلاميين وأيضا بالشراكة مع جيشنا الأبيض كأطباء، بيقول نحن بنسهر الليالي من أجل خدمتكم، نوفر لكم المعلومة الصحيحة ونوفر لكم الوقاية اللي تقدر إن شاء الله تنهض بجيلنا وبمستقبلنا في السودان. نقول لهم من خلال بنعمل فيه ده، نتمنى لكم تكونوا قاعدين في البيت على أساس إنه المرض ينتشر، هي كلها فترة بسيطة والمرض إن شاء الله يروح وتعود الحياة إلى طبيعتها بأمن وأمان. ده بيقودني لسؤال يا دكتور سيد، إنه نحن المرض ده بينتهي متين؟ إحنا هسي حاليا يعني خلاص بنستبشر خير إنه المرض قرب ينتهي، بنسمح في الوسائط، خاصة إنه مدينة ووهان المدينة اللي كانت بؤرة لانتشار المرض الحمد لله الآن تشافت تماما من هذا المرض. نحن قافين حقيقة، قافين على شهر 5 إنه المرض ده يروح. والله شوف، هي مدينة يوهان المرض يعني يمكن ما في حالات جديدة، والشعب الصيني التزم حرفيا ونصيا بالتعليمات بتاعت الدولة، سمع كلام الدولة وما في داخل ولا مارك. نحن للأسف في السودان هنا لحد الليلة ما في زول بيسمع كلام النصائح الطبية ولا نصيحة الدولة ولا النصائح الموجودة في الإعلام، وأسعى الشروق بتتكلم وبتحدث وبتوعي في الشعب السوداني، لكن أعتقد الشعب السوداني في وادي والكورونا في وادي ثاني، ونحن يعني ما يعني حكايه نقول لك في زمن محدد عشان يحصل انحسار لهذا الوباء، الله اعلم. دي دائره التزام من المواطن بالوقايه، زي ما قلت لك نحن ما عندنا الدواء لحد الليله، كل العالم شغال في انه ابحاث لايجاد امصال او عقاقير لعلاج هذا المرض، ولحد ما يتم اكتشاف هذه دار لها فتره بتاعت سنه 6 شهور يمكن او تزيد او تنقص، لكن الى ذلك الحين يفترض المواطن السوداني يعترف ويقر بأنه في جائحة، في مرض، هذا المرض هو ملتزم أنه يكون قاعد في بيته ومتواجد في بيته وما يخالط، لأنه إحنا حتى الاختلاط انتهت، بقت الفترة بتاعت الانتشار المجتمعي، والانتشار المجتمعي ده خطورته لأنك أنت ممكن تكون ماشي مع شخص وهو حامل لهذا الفيروس وما عنده أعراض ولا علامات، لكن ينتقل لك هذا المرض وإنت تمشي لشخص ثاني وأسرة ثانية، ونقول أنت إذا ما خايف على نفسك خاف على أسرتك اللي في البيت. نمرة 2، أنا بتمنى من أي مواطن بيمشي لمستشفى بيمشي للطبيب حقه يتكلم بالأعراض والعلامات بتاعته الكاملة، يعني ما يدس الأعراض والعلامات، لأنه إذا دسيت حاجة منها أنت الطبيب ده ممكن يصاب، وعندنا أطباء كتار ربنا يشفيهم وصيبوا بهذه الجائحة، وعداء يعني بعتقد خطأ من المواطن أو المريض، وهو بيعتقد أن الجائحة دي عيب، يعني بيعتبر استيغما، عشان كده بيحاول يدسها. وحتى لو بعض الأسر يعني أول مبارح في المستشفى الشعب الطبيب بيشرح للمرافق وأهله أنه والله في إيه، إنت حالتك دي في اشتباك عندك كورونا، فإنت الطبيب هو ملاك رحمة وبيعالج وبينصح في المريض وبيصرح في أسرته، يعني حصل منهم اعتداء لفظي وبدني على الطبيب، وانا بعتقد ده نحن تصرف من الشعب السوداني في حق الجيش الابيض بتاعنا، الزول بيقدم لك المساعده انت تعتدي عليه، هو نصحك ونصيحه خالص لوجه الله وخايف عليك وعاوز يعالجك وعاوز يعالج اسرتك وعاوز يعالج المجتمع، فلم تعتدي عليه انا بعد دي يعني كلام مش نقول ده عيب كبير جدا وما بتشبه اخلاقياتنا ومسلنا وتقاليدنا السودانيه. ولسه انا بصير بانه الحظر لازم يكون شامل، واتمنى الاجهزه الامنيه تتشدد في هذا الحظر. حظر معناته حظر، هو طبعا حظر صحي، ما حظر امني، حظر صحي، يفترض الناس تلتزم بالتعليمات بالكامل، يعني ما في الشارع ما في زول، في محطات الوقود ما في زول، اذا اصلا في حظر يعني انت توزع بترول ليه؟ في حظر المفروض الناس تكون تلتزم بيوتها.
لكن للأسف المحطات الوقود مليانة، الشوارع مليانة، السوق مليان، العربات متحركة، تصاريح المرور على قفة من يشيل، وده بيقدح في مصداقية القائمين على هذا الأمر، ويمكن يعني ضد توجيهات وزارة الصحة، ضد توجيهات اللجنة العليا للطوارئ والوبائيات. سيد عبد القادر شكرا جزيلا لك، كان حديث ضافي ومطول حول أهمية الكورونا. أنا عايز أقول لعزيزي المشاهد الكريم إنه نحن كل يوم على الهواء مباشرة من خلال هذا البرنامج خليك في البيت بنتناول هذا المرض جائحة كورونا من زوايا مختلفة. يمكن نحن بكرة إن شاء الله إذا ربنا مد في العجال حنتكلم عن المرض ذاته، الوصمة الاجتماعية بالنسبة للمرض. إذا أنا وصبت بالمرض هل هو يعني خلاص نهاية الحياة، إنه خلاص الناس ما تجيني في البيت؟ وحنتطرق لموضوع مهم جدا اللي هو الجيش الأبيض ودوره في مكافحة المرض وتعرض المواطنين للمرض برضه، حنتكلم عنه إن شاء الله في محطتنا على الهواء مباشرة الحلقة القادمة إن شاء الله. أنا في ختام هذه المحطة على الهواء مباشرة أرسل رسالة شكر للدكتور سيد عبد القادر قنات، استشاري التخدير وعضو اللجنة التسييرية لاتحاد أطباء السودان. شكرا لك يا دكتور. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا، وفقكم الله، وإن شاء الله الشعب السوداني يكون على قدر المسؤولية وألزم بيتك. تيهم بلغة الأطباء ويقولون خليكم في البيت. شكرا جزيلا للمشاهدين الأحباب، نتمنى إن شاء الله رب السودان خالي من الكورونا، يعم الأمن والأمان لسوداني الحبيب من أجل غد ومستقبل مشرق لهذا الوطن الحبيب. أعود من جديد إلى الزميلة رشا في استديوهاتنا الرئيسية في الخرطوم لنواصل هذا البرنامج. شكرا جزيلا. شكرا محمد فتح الرحمن، وأشكر كمان دكتور سيد عبد القادر، محطة يعني مليئة بالمعلومات المهمة جدا، بتمنى المشاهد يكون استفاد منها. زي ما سمعنا من الدكتور ما في علاج للكورونا، تست تكون انت في البيت، ده العلاج بتاعك. وزي ما رصد الدكتور سيد بيقول ان الشوارع مليانه، الشوارع فيها زحمه، ودي حاجه ممكن تكون مؤسفه احيانا. ممكن بعد الساعه 1 الناس نوعا ما بتلتزم، قبل 1 بتحاول تلبي هي كل احتياجاتها، لكن بقدر الإمكان نقعد في البيت، بقدر الإمكان نقعد في البيت. وشكرا لدكتور سيد ولكل الأطباء اللي بيقوموا بدور كبير جدا في وقت كل الناس خايفة فيه وقاعدة في بيوتهم، بيكونوا طلعوا من البيت عشان يعالجوا إذا حالات كورونا أو اشتباه بالكورونا أو حتى لمرض آخر، لأنه أغلب الناس بقت تخاف هي تمشي المستشفيات حتى لو عنده أي مرض، بيقول أفضل لي أكون أنا مريض وقاعد في البيت مما أمشي المستشفى وأنقل لنفسي مرض الكورونا. تحية لكل الأطباء على امتداد الوطن الحبيب، لهم كل التحايا، كافة التخصصات المختلفة، ومحتاجين مننا نحن الدعم، ومحتاجين مننا نسهل لهم كل الطرق والوسائل في أنهم هم يقدروا يوصلوا أماكن عملهم، يقدروا يقدموا الخدمة على أكمل وجه. نحن ندعمهم معنويا وندعمهم بكافة الأشكال الممكنة. نحن إن شاء الله في انتظار على امتداد الحلقة اليوم عفوا، إنه بتحصل مستجدات زي ما بنتابع من خلال وزارة الصحة، بتمدنا بالأرقام الجديدة كل يوم، وبنتمنى إنه الأرقام دي ما تزيد، وبنتمنى إنه الأرقام عددها يقل. يعني بنسمع وبنشوف إنه كم 30 كم 20، يعني أرقام كبيرة لما نسمعها هي تكون يوميا، لأنه كل واحد منهم بيكون خالط ناس، فبنتوقع أنه حالات هي تظهر لنا كمان في الفترة القادمة. كلنا سمعنا وعارفين تغسل إيديك 40 ثانية، تحاول تعقم مقبض الباب، تحاول ما تلمس بإيديك كثير، تحاول ما تسلم كثير، تسلم من بعيد. حاليا هنا احنا في قناة الشروق، يعني مما بدأت الكورونا وبدينا نشتغل، الناس خلت خلاص سلام اليد، بتحاول ما تمسك المعقم قاعد في الباب برا، تعقم يدك حتى تدخل. أغلب الناس شايل المعقمات كمان معاها. أنت لازم تكون طبيب لنفسك في الأول قبل ما تحتاج لطبيب إنه هو يعالجك، تكون طبيب لنفسك. حيكون معنا عدد من الاتصالات وعدد من الأطباء في المجالات أيضا المختلفة، معنا مدرب ومحلل رياضي إن شاء الله، حنتكلم نحن كيف نبعد حالة الكسل والخمول اللي بحسوا بها الأغلبية في البيت. يعني أنت قاعد في البيت بتقول خلاص ما أنا قاعد في البيت، بتمسك التلفون وبتكون راقد في السرير أو بتشاهد التلفاز بدون بذل أي مجهود. الحاجة دي ممكن يكون عندها أضرار أخرى غير الكورونا. نحن حنتكلم مع المدرب الرياضي إن شاء الله، حيكون معنا الكابتن والكوتش محمد عطا، أيضا
حيكون معنا إن شاء الله خبير تربوي، حنشوف أطفالنا الصغار كمان عايشين معانا كل التقلبات المزاجية والأحاسيس المختلفة دي، وهم بيسمعوا بالكورونا الكورونا ما عارفين يخافوا، ما عارفين يتعاملوا بطبيعتهم بعفويتهم اللي عارفينها، ما يعني عايزين طريقة معينة وأسلوب معين علمي وتربوي نتعامل به مع أطفالنا الصغار في المنزل، في أنه نديهم معلومات قدر عمرهم يقدروا نتعامل معهم مع مرض الكورونا، ويقدروا هم كمان يحموا نفسهم، لأنه في حالات سجلت لأعمار صغيرة لأطفال، مع أنه في بداية جائحة الكورونا كان طلع كلام في أنه الأطفال هم الأقل عرضة أو ما عندهم إصابات بالكورونا بأعداد كبيرة، لكن في يمكن النسبة أقل، ولكن ممكن هم يصابوا إن شاء الله. ربنا يحميهم كلهم، يحمي كل أطفالنا داخل المنازل. كيف ممكن إحنا نعلمهم يحموا نفسهم ويتبعوا كل سبل الوقاية من الكورونا؟ بديت حديث عن قبل ما أطلع لزميلي محمد الفتح الرحمن عن حديث دكتور مجدي يعقوب عن الأساطير سقطت مع الكورونا، اللي هي القروش بقى ما عندها أي أهمية ولا أي قيمة، أسطورة الأغنياء والعظماء ما عندها أي قيمة، أنا مهم دي ما عندها أي قيمة، أنت مهم ولا أنت غير مهم أنت ممكن تصاب بالكورونا، الملكية، العمر، عمرك صغير عمرك كبير، الخناقات أو الخلافات نقدر نقول ممكن تحصل، تختلف على شنو، تشاكل زميلك على شنو، أنت هي كلها ممكن تنتهي في ثانية ما عندها قيمة، خايف من بكرة برضو ما عنده أي قيمة لأنك ما عارف الليلة ممكن ينتهي على شنو، العلم، التأمين، تأمين بكرة أنا عايزة أأمن مستقبلي، أنت ما عارف مستقبلك وكل التفاصيل ممكن تنهار مع فيروس كورونا الفيروس الصغير دي، الدول العظمى نفس الحكاية ما عندها قيمة، دول عظمى أو دولة فقيرة هي في الأخير ممكن تنهار بسبب الكورونا. معي عبر الهاتف محمد عطا المدرب ومحلل رياضي. كوتش محمد عطا مرحب بك. مرحب بك استاذ رشا، مرحب بك ومرحب بالساده المشاهدين. رمضان كريم عليكم. كل عام وانتم بخير، ورمضان كريم، وان شاء الله كده يعني ربنا يسلم البلاد ان شاء الله، ومن عام بصحه وسلامه وعافيه ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يا كابتن يعني قبل الكورونا الناس ما كان بتهتم بفكره الرياضه كثير، بيقول لك ما خلاص احنا متريضين لانه بنمشي مسافات طويله عشان نصل أماكن عملنا وعشان نشتغل ونتحرك، ولكن الآن الناس كلها قاعدة في البيت ونتمنى كلها تكون موجودة هي داخل المنزل، بيكون في خمول، في كسل، في عدم حركة، يعني بقولك هتحرك أعمل شنو في البيت؟ فداري أعرف أهمية الرياضة والكسل والخمول اللي بيكون في البيت ونحن قاعدين للفترات الطويلة دي ممكن يأثر بأي شكل من الأشكال على جسم الإنسان. والله يا اخي طبعا يعني اتمنى ان الناس كلها تكون جوا البيت، لانه اول حاجه عشان نقلل من انتشار الوباء. طبعا وجود الانسان في مكان مساحه قليله، تحركات ذاتها محدوده، اكيد حيأثر على شكل النشاط في المقابل للحاجه اللي كان بيعملها قبل ما يكون هو اصلا موجود في البيت. فلذلك وجودك في البيت مع وجود انتشار الوباء والاخبار السيئه والخوف وحاله الاحباط مثلا، كلها بيكون تاثيرات سالبه من فتره انت بتكون في فتره الحظر. بالتالي انت بيحصل اول شيء تاثير نفسي على جسمك، والتاثير البدني اللي بيكون برضه من خلال الخمول والكسل وطوارئ حاله انت حوجه للنوم. في برضه تاثيرات ثانيه برضه يعني اللي هي يعني ممكن تاثر حتى على شكل سلوكك يعني. كيف؟ ممكن ياخذ نوع من التوتر، ياخذ نوع من يعني تكون في حاله تعب غضب كذا. فالرياضه عندها كثير من الايجابيات. اولا الجانب النفسي، مجرد ما انت تغيرت او عملت نشاط يعني في مثلا المشي مثلا بيأثر على هرمونات معينة عندها علاقة بالسعادة. بيأثر في هرمون السعادة بالذات. الجانب النفسي بيخليك في حالة بتاعت يعني حيوية ونشاط. طبعا يا كابتن لما تقول مشي الناس حيقول لك نحن مكفولين، خصوصا لو شقة ضيقة أو بيت ضيق حيقول لك حنتمشى وين؟ حاليا معانا مشاهد هي على الشاشة لو بتتابع معانا، في غرفة صغيرة وفي تمارين
وحالة بتاعت حركة وإحماءات يعني للجسم، وانت في مكانك يعني ما محتاج اكتر من متر مترين انت تتحرك فيهم، يعني ما شرط انك لازم تمشي مسافات طويلة يكون عندك مساحة كبيرة يعني. وطبعا دي مبادرة انا كان من شهر مارس اصلا منتصف مارس الناس بمجرد ما كان في كلام ان الناس تقعد في البيت. ايوه بقيت نعمل شروط في البيت، اللي كان الهدف انه تعمل برامج تمارين في البيت. اولا ما محتاجة ادوات، يعني الادوات اللي انت في الصالة في الجيم او في الملاعب المختلفة هنا في البيت ما محتاجة اي ادوات، حتى الادوات بتاعت الجيم هي الاوزان انت ممكن تصنعها في البيت من قارورات المويه من الرمله من غيره. لكن زي المشي يعني التمرين مثلا ده تمرين المشي اللي هو انت تمشي في نفس مكانك. أيوة. كل الفكره انه انت بتتحرك قدميك في مساحه ضيقه جدا لمده مثلا التمرين مثلا ربع ساعه بيديك تقريبا 2000 خطوه، 2000 خطوه بتحرك يدك وراك لعدد معين، طبعا في حسابات ممكن تكون دقيقه جدا في شكل الحركه. الحاجه أيوة. شنو المهمه انه انت لما تعمل التمرين بياثر في نوع من العضلات في الجسم. يعني جسم الانسان لو احنا قسمناه او عاده في الرياضه بيتقسم الى ثلاثه اللي هو الجزء العلوي والسفلي ومنطقه الوسط. منطقه الوسط اللي هي البطن والظهر، الجزء الاسفل طبعا الاقدام والارداف والفخذين وغيره. فوق في الصدر والاكتاف واليدين. بنلقى ان تمرين المشي بيديك حركه بكل عضلات الجسم. بالتالي هو من افضل التمارين. مشي ولا جري يا كابتن؟ المشي. المشي عادي. ايوه ليه؟ في حاجه طبعا مهمه شديد، انت الجري بعض مرات تاثير نبضات القلب. الجري بياثر على نبضات القلب بسرعه. بالتالي حيحاول يحرق، ممكن يحرق في العضل وممكن يحرق في الدهون. المشي لانه هو بيعتبر من بيسموه اللو انتنسيتي اللي هو درجه الشده المنخفضه. أيوه. على نبضات القلب او على جسم الانسان وعلى العضلات، بالتالي التاثير البسيط ممكن ياثر مباشره فقط في الدهون ما بياثر في العضلات. في مجموعه من انواع التمارين الحاجه اسمها الهيت او الكارديو او الثبات. الهيت ده اللي هو الهاي انتنسيتي درجة الشدة عالية، وإنك أنت بترفع نبضات القلب بتاعتك بسرعة لكن في فترات قليلة. هنا المشي درجة نبضات القلب بترتفع صح لكن بطيئة في فترة زمنية طويلة، عشان كده هنا تأثيرها بيبقى مختلف عن تأثير الهيت أو الشدة العالية. نعم. لذلك ينصح للناس أولا اللي طولوا ما تمرنوا، او المبتدئين اللي ما بيتمرنوا، او اللي عندهم مشاكل مثلا في المفاصل الركاب وغيره، او اللي عندهم وزن زايد، ينصح انه يبدأ بتمارين المشي. تمارين المشي عندها ايجابيه كبيره جدا على تمارين الركض والجري. ويجد انه مثلا لما انت تمشي مسافات طويله بيأثر على كل العضلات تحت. في حاجه ثانيه مهمه، تمرين المشي قدامنا فيه متغيرات، يعني انت ما بتمشي بس عشان ما يحصل نوع من الملل، لا بيحصل في 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 تمارين مختلفه اللي هي انك بتحرك حاجه اسمها السكوات اللي هي عضله الفخذين، بتحرك اليدين، بتحرك البطن، فكل مره بتعمل تمرين مختلف اضافي عشان ما تشعر بالبلل، في نفس الوقت بتحرك العضلات المختلفه اللي اتكلمنا عنها. ده نوع من انواع التمارين. طبعا في تاثيرات برضه، يعني احنا نتكلم عن مثلا في الاسره اللي هي الاطفال، بالذات الاطفال، الطفل المفروض في اليوم يتحرك لمده 60 دقيقه. 60 دقيقه دائما نشاطه عالي جدا. فكثير من الاسر اللي يكون عندها اطفال حيشعروا بانه في حاله بتاعت فوضى بدات تحصل، او بدا يحصل نوع من الاحباط، والطفل يعني الحياه ممكن يكون لها تاثير سلبي على سلوكه، وحركته قلت شويه. حركته لو قلت بالتالي تفكيره حيقل، حيأثر في الذاكرة، حيأثر في الإبتكار اللي قاعد عنده الطفل في فترة معينة في العمرية. يعني نساعده على الحركة يا كابتن؟ نساعده على لازم لازم الأطفال لما يتحرك بيساعده في النشاط الذهني بتاعه. لذلك في تأثير في طريقة تفكيره، بيأثر في ذكائه، بيأثر في إبداعه. أي طفل فيه حركة زايدة يكون ذكي، يكون نشيط،
يكون خالي، وطبعا ممكن يكون هو اللغه اللي هي بقت لغه التليفونات والايبادات، هم بيكونوا طول الوقت كده. ايوه عشان كده انت بقول لك ابعد، بيكونوا قاعدين طول الوقت. طبعا الاهالي بالنسبه لهم حاجه ظريفه لانه ما في ازعاج، يعني بيكون كل واحد ايوه ما في ازعاج قاعد في سريره ما في ازعاج. على المستوى البعيد حيكون في تاثير سلبي على الطفل وعلى المجتمع وعلى الاسره وغيره. لذلك التمارين اهميتها من ناحيه اولا للاطفال هي اساسيه. طيب في تمرين انت شايفه معانا حاليا يا كابتن؟ في طبق بيض ما شايفه. في طبق بيض وفي زي كرات سله صغيره وبيرموا الكرات دي جوه الطبق. طيب يلا طيب ده شو فائدته؟ طبعا هو طبعا انا في فتره من فترات لما بدينا نتمرن احنا برانا فكنت قلت لهم خلاص طبعا ما ننسى الاطفال، لازم نعمل لهم برامج وتمارين. بنت اختي وانا بحاول قدر الامكان انه نستفيد من الادوات اللي في البيت. لو لاحظت ده طبق بيض عادي ايوه فاضي، وادي كرات تنس كره الكرات الصفراء يعني ما شاء الله دائما فايز الصف بنقطة طويل. ايوه صح. فيلا الفكره شنو؟ اللعبه دي اسمها فور ان لاين. فور ان لاين اللي هو انت بتعمل حاجه بتحط الاربع كرات من النوع الواحد في خط واحد يا اما افقي يا اما افقي يا اما راسي. والاربعه يكونوا جنب بعض. الفكره بسيطه جدا، بيضغط بيضه بتزحل الحياه اللي فيها الحجه او الزوجه او الجماعه في البيت ما يزعلوا، لانه في النهايه انت حتمشي الطفل ده. صح. لعبه كانت جميله جدا، فيها تنافس، فيها ذكاء، فيها رغبه، لدرجه انه يعني الطفله دي اللي هي بنت اختي دائما كل مره بتعمل لعبه جديده. كل يوم بنفتكر حاجه جديده من الادوات الموجوده في البيت. الهدف الاساسي انه تخليق نشاط في نفس الوقت برضه في نوع من التجارب الاجتماعيه. ايوه صحيح. بين الاسره ويخفف من الضغط اللي ممكن يكون النفسي موجود للكبار والصغار مع بعض. نعم. في نوع من التبادل في يعني انت بتتبادل افكار وخبراتك مع الصغار ومع الكبار. صحيح. وتكون في حلقه فيها فائده للمستقبل ان شاء الله. الكبار نعم. بشكرك جدا كابتن محمد عطا المدرب ومحلل رياضي على الجهاز التنفسي رمضان كريم عليك. الله يسعدك. تسلم يا دكتور. كلامنا حديثنا يمكن عن الظروف المحيطة الضغوط التي تنشأ بسبب هذا الفيروس، هي ضغوط طبيعية. يعني ما 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 فيها مشكلة أو مخاوف. لأنه يعني إن الإنسان لما يخاف من الخطر اللي بترتب عليه الفيروس ده، فبالتالي حيحمي نفسه، يعني ما يطلع الشارع، ما يسمع الناس. يعني الخوف اللي عنده ده خوف كويس، لأنه منعه من انه هو يقوم باجراءات تسبب له الاشكاليه. احيانا الخوف ممكن يكون زايد جدا، يعني يبقى له عائق، فهنا دي ممكن تكون لها تاثير كبير. فالاطفال لما يسمعوا لانه الفيروس ده خطر، المسائل دي خطره، الخوف ده في جلسه عائليه بس الاب يقعد مع ولده يمسح على راسه او يتكلم معاه او يقول له كلمه بيروح، يعني الضغط اللي بيترتب عليه. يعني كونه الاسره تجلس مع بعض، يعني كافراد مثلا الاب يقعد مع اولاده ويقول لهم يحدثهم عن الكورونا او يحدثهم عن العالم ما بعد الكورونا مثلا، او يحدثهم عن اي حديث، او يسمع مشاهد نظرهم وياخذ معاهم. كل هذه الضغوط تنتهي، يعني بس يجلس معاهم لمده 10 دقائق او 5 دقائق، يتكلم معاهم عن كيف غايه مشكله الكورونا، الكورونا حتعمل شنو، اي كلام يعني حتى غير الكورونا، يعني يتكلم رمضان، يتكلم عن كيف الانسان يحافظ على صحته، اي موضوع. هنا الضغط حيروح. فبالتالي دور الاسر انه تجلس مع اولادها. انا مره كنت في واحده من المحاضرات قلت لها الكلام، قلت لها اقعدوا مع اولادكم كلهم معاهم، فكان جات اشارات يعني كانت يعني بجد مزعجه جدا. واحد من الحضور قال انا وين القى وقت مع اولادي؟ وين القى وقت عشان اقعد معاهم؟ اسهل وقت جاو يعني كانه اولادي اخر حاجه في حياته. ايوه شغله، العمل، الشغل، الحاجات فعلا ده كان حاصل اخر حاجه عنده اولاده. يا اخي انت بتقول ما عندك زمن لاهم حاجه عندك اللي هم اولادك. ثاني واحد قال لي اذا انا قعدت مع اولادي وتكلمت معاهم قلت لهم تعالوا كده ورايكم شنو في الكورونا ونسمع رايكم، ثاني قال لي ده الواحد يوقع العميل. كانه هو يفتكر انه اذا قعد معاهم وتونس معاهم
فقال له معناها يعني قال لي انبساطي دي احمد بيناتنا. قلت له المفروض انبساطي يكون احمد يعني مع اولادك، يكون في تواصل وفي يكون مش تعليمات يعني تدي لاولادك اعمل كده وما عشان يحسوا بقيمتهم، يحسوا ان هم محترمين، يحسوا ان دي نقدر نقول من يعني عندهم راي. ايوه من ايجابيات في مفاهيم كثيره خاطئه. ايوه هي بتدفعهم انه ما يقعد مع اولادهم، يعني اول رساله زي اللي اقول انه يقعد مع اولادنا. فطالما جات رساله من المختصين في وزاره الصحه كذا اقعد في البيت، ورساله لاي واحد يسمع كثير اقعد في البيت، خلاص اقعد في البيت اجعل جلوسك في البيت ده مع اولادك اقعد ولا. طيب طيب يا دكتور يعني احمد عايز اعرف يعني نديهم اي معلومات عن الكورونا؟ يعني مثلا في 20 حاله وفاه، في معلومات معينه نخفيها عنهم ومعلومات معينه نديها لهم؟ والله شوفي يعني دائما انا برى انه عشان حتى الخوف ما يبدا عايب احنا نكون حريصين في نشر المعلومات. يعني حتى انا لما اخاطب الاخوات في محاضرات في تربيه الابناء بسالهم عندي اربع اسئله، رايكم شنو على المجتمع؟ فبصدم بالاجابه بقول والله المجتمع كعب والناس كعبين والواحد ما يثق في دور في الزمن ده. ايوه اخواننا كيف المجتمع كعب؟ اي فلما نبحث معهم واتناقش معهم الاقيهم هم عندهم فكره ترسخت لهم بسبب الرسائل اللي هي بتتداول بين الناس. يعني الفكره دي بتخليهم يمنعوا اولادهم من الشارع، ما يطلع الشارع لانه الشارع تحت، ما يمشي دكان لانه بتاع دكان زمان بقى صعب، ما يمشي المدرسه براءة ولا المدرسه الان بقت كثير. ففي افكار مغروسه في ذهنه، الافكار دي في ذهن المربي يعني بتمنعه انه يخلي اولاده يعيشوا حياتهم بشكل طبيعي. طيب الافكار دي هي السبب في انه تخلي مشاكل سلوكيه تنشا الابناء. نفس الشيء لما نحن ننشر رسائل يعني تزرع الخوف والهلع وتخلي الانسان يكون خايف شديد، فبالتالي هذا يعني حينشا بشكل ما يقدر يعني يتعامل بشكل ايجابي يعني. لكن والله يعني معناه نحن نقول انه والله ما يقدر ينشر، يعني اي يقدر ينشر يشيل الرسائل في الان حصل له وكذا وده حصل له، النشر ده ربما يؤثر على الناس بشكل كبير. نحن ما هدفنا اصلا من الرساله دي نخوف الناس، يعني نوجد فيهم خوف يمنعهم. لكن احيانا الان بيقدر الخوف زايده يعني شديد. أيوة. يعني انت لما تيجي تنشر الاخبار دي بطريقه تضخها في الوسائط والخوف نحاول ما نقوله للاطفال يعني تحديدا. ما نقولها افضل يعني، او اذا لقينا معلومه يعني مناسبه بتكون افضل على حد على سن الطفل. أيوة. والله اخي طيب دكتور وقت الفراغ عندهم بقى كبير جدا، ودراسه طبعا ما في وما في اي طريقه ل اي حاجه نوادي كورسات ولا غيره، كيف ممكن اخليهم يستفيدوا من اوقات الفراغ دي، انمي لهم ذكائهم واطور لهم من قدراتهم وفي نفس الوقت يعني يكونوا مع الجو بتاع الكورونا والوضع الحاصل ده هم مستوعبينه؟ يعني انا ما عايزه حاجه هي المهم تشغيلهم وخلاص، لا عايزه حاجه تملى وقتهم وقت فراغهم دي بحاجه مفيده تطور من قدراتهم يعني. ممتاز. والله شوفي اصعب حاجه يعني انا حسب خبرتي وحسب تقديري اصعب حاجه بتواجه الانسان انه كيف يملى وقت فراغه ده ويملى وقته ده. يعني حتى الكبار تقول له يلا وريني برنامج، يعني ما بيقدر يملى برنامج بالطريقه اللي هي بتكون يعني متناسقه ومنضبطه يعني. ايوه فكثيرين نسالهم نقول لهم يلا برنامجكم لرمضان مثلا ما يخطوا برنامج لكن ما يلتزموا به. والله احنا عايزين نتريض وعايزين نحافظ على صحتنا وعايزين وعايزين وعايزين، فبالتالي خدتوا حياه كويسه لما نيجوا للتنفيذ يكونوا بعيدين جدا. فلذلك نقول للاسر خلوا من رمضان فرصه لانكم تعلموا اولادكم صناعه الاهداف وتحقيق النتائج. يعني دي فرصه والله، لو الولد قال ده صوم 13 يوم في رمضان ده كله وصامه بالنسبه له انجاز. لو قال انا عايز مثلا اتواصل مع يعني يجي الوالد او الوالده تقعد مع الولد او البنت، يعني يلا دايرين انتم مسنون رمضان والله دايرين صله ارحام اكتبوا عايزين نحافظ على صحتنا عايزين نتغرب لربنا سبحانه وتعالى. كل الحياه كتبوها بشكل كده بعد ذاك نحولها لخطوات يلا
صله ارحام معناها نحدد الناس اللي حنتواصل معاهم، ما في زيارات لانه احنا قاعدين في البيت، حيكون شنو صله ارحام بالتليفون او بالواتساب او بالوسائل الاجتماعيه. يلا نحدد الناس اللي حنتواصل معاهم ونحدد الزمن. اكتبوا والله عندنا فلان وفلان 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 اللي حنتواصل معاهم ان شاء الله. طيب اكتبوهم يلا يوم كده حنتواصل معاك. ايوه لو هم عملوا الحاجه دي حيقدروا يمضوا برنامجهم، يعني برنامج حكومي كده يكون منظم بشكل واضح. أنا بشكرك جدا دكتور أحمد المكزوبة خبير التربوي. يمكن يعني ملخص الحديث مهم جدا إنه نعلم أبنائنا صناعة الأهداف وتحقيق النجاحات، وزي ما وضح لنا دكتور أحمد إنه بخطوات بكتابة، حتى لو هم ما بيكتبوا تكتب أنت وتشوف هم حابين يحققوا شنو وحابين يحددوا أهدافنا. الحاجة يمكن ما بنهتم بها كثير أو بنركز فيها كثير إنه كيف نعلمهم صناعة الأهداف، خصوصا إنه في أوقات فراغ كبيرة جدا عند الأطفال في المنازل. شكرا دكتور أحمد المكزوب، بتمنى كل الأمهات كل الآباء بتابعونا يستفيدوا من المعلومات اللي ذكرها لنا الدكتور. ما أعرف إذا في مستجدات في إحصائيات الكورونا. بداية الحلقة اللي هو دي كان إحصائية الأمس 26 أبريل يوم الأحد، كانت 237 حالة، منهم 21 حالة وفاة و20 حالة شفاء. الانتشار للأسف في بعض الولايات ظهر فيها حالة لكل الولايات أو لأغلبها، اللي هي الخرطوم طبعا، نهر النيل، النيل الأبيض، القضارف، وسط دارفور، البحر الأحمر، الجزيرة، سنار وشرق دارفور، ظهرت فيهم حالة لكل أو في كل بعض الولايات اللي أنا ذكرتهم أو في كلهم. محمد عطا معي عبر الهاتف. حديثنا كان أنا شايف إن المعلومات الليلة مهمة جدا والتنوع فيها كمان مهم. زي ما حاليا أو قبل شوية كان دكتور أحمد المكزوب كلمنا عن كيف تعاملنا مع أبنائنا وكيف نحن نستفيد من فترة الحظر الموجودين نحن في المنازل. قبلها كان عندنا هاتف مع كابتن محمد عطا مدرب ومحلل رياضي، أضاف لنا بعد كده معلومة مهمة جدا اللي هو إنه الرياضة عندها تأثير مباشر ومهم جدا على الجهاز التنفسي. أنت تريضت بذلت مجهود معناها في شهيق وفي زفير، معناها الرئة والجهاز التنفسي عندك حصل له تأثير، والتأثير هو إيجابي، معناها قويت مناعتك، قويت مناعة جسدك، قويت مناعتك معناها أنت قمت بوقاية من مرض الكورونا. ودي من هنا جات أهمية إنه تتريض وتتحرك داخل المنزل. عندك سلم تطلع وتنزل في السلم على كذا مرة، عندك غرفة وعندك شقة مقفولة تتحرك على بعد متر مترين، وشفنا في محطة في بداية الحلقة أنت كيف ممكن تتحرك رجلينك أو تكون كأنك أنت ماشي في المتر اللي عندك متوفر ده، كأنك أنت ماشي لمدة ربع ساعة. ربع ساعة كده معناها 2000 خطوة، أنت محتاج ل 4000 خطوة، معناها حتتحرك لمدة نص ساعة كأنك أنت ماشي وأنت واقف في مكانك. هي مبادرة عملوها وعملها كابتن محمد عطا مع مجموعة من الأشخاص، يتصور وإنت في البيت، يتصور وإنت داخل الغرفة. وممكن نبدأ نحن كلنا مع بعض، كل الناس من غرفة ومن منازل تتصور، والناس كلها موجودة في السوشيال ميديا، وتوري كل أهلك، توعي الناس بأهمية إنك تتحرك وإنت داخل المنزل. لأنه قول الحظر ده مثلا شهرين، إنت حتكون شهرين راقد في السرير، شهرين إنت قاعد في الكرسي، شهرين بتنوم أو بتاكل وبتحضر في التلفاز فقط. محتاجين لحركة، محتاجين إنه نطلع إحساسنا وشعورنا بالسعادة ونحرك الخمول الممكن يكون هو موجود والطاقات السلبية ونبديلها بطاقات إيجابية، نحرك أبنائنا معانا في الرياضة دي. بشكر كل المشاهدين اللي تابعونا في حلقتنا دي اليوم من خليك في البيت، بنقول تاني خليك في البيت لحد ما نلاقيكم بإذن الله بكرة، ونتمنى إنه ما نسمع بحالات جديدة لمرضى الكورونا. ربنا يديكم الصحة والعافية ولحد ما نلاقيكم في أمان الله وحفظه.